شمنا لفوق فيها زي السلك. ايش حفيد؟ ادي تعرفوا كيف تعرفوا يوميا انت جاي ما تنسى حطها في جيبك بالنسبه للمعقم الصابه اللي عندي رشح ولا عندي زكاه خايفه نعرف زميلاتي خد معقمة يلعب طبعا هذه الشنطة ناوي وين طعمته؟ مش انت لا الطعيم تاعك انا بين الاصابع لان مرات الطعيم تراه ما عندي كبيرة نقصها ولو في استراحة على المتاخد لازم تعقموا كبيرة نحن فريق التوعوي بمستشفى غات العام أطلقنا حملة باسم تذكر الصحة بإشراف مكتب الإعلام واستهدفنا طلبة المدارس وقمنا بتوزيع الكمامات والمعقمات والهدف من الحملة أن نذكر الناس بأن جائحة الكورونا ما زالت مستمرة وأن ما يهملوش الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين وإن شاء الله الحملة هذه تشمل جميع مؤسسات التعليمية داخل بلدية غات وبلدية العوينات بإذن الله تعالى. أول حاجة نشكره اللي هو مستشفى غات بتوفير اللي هو عدد من الكمامات وعدد من المطهرات على أساس احنا نحب صدق يعني مدرسة العهد الجديد يعني الطلبة عندنا هنا أغلبيتهم يعني ثلث أرباعهم ما عندهمش كمامات. بالطريقة هذه يعني نقدر أن شنو نحمو الطلبة ونحمو المدرسين ونحمو الناس اللي معانا هنا داخل المدرسة. وفعلا يعني بارك الله فيهم. جمع اللي قام بالمجهودات هذه نشكرهم يعني بشكر جزيل يعني بارك الله فيهم وهذه يعني باعتبار احنا تو الفتره هذه وانا كانت كورونا بعدين تو اصبحت مش عارف دلتا وبعدين اصبحت اوميكرون يعني مشكله هذه بالطريقه هذه يعني نقدر فعلا ان نقدر احنا داخل اقل شيء داخل المدرسه هنا نقدر ان نحموهم ويحموا ارواحهم يعني من العدوى ان شاء الله يعني